بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. روحو جسد وسط اندتغبا يدرغال ሁለት መላእክቶች ነኪርና ሙንከር የሚባሉ ይመጡና ያስቀምጡታል ማን ربك ብለው ሲጠይቁት ሃ ይላል لا ادري علىكم الى ما هذا الرجل الذي بعث فيكم كان انت وسطي تلاكو سويه مندنو ها ها لا ادري علىكم علىكم نو ميلو كذا بهالا فينادي مناد من السماء كسماء عند تطاري طارنا ان كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار ايه وشتام نو اسات انطفولت يجهنم برنم كفتولت يبالال ከዛም በኋላ የጀሃነም እሳት ይመጣበታል የጀሃነም መርዞች ሁሉ ይመጡበታል ቀብር እንዲያጣብቀው ይደረጋል አካሎቹ ሙሉ በሙሉ እስከሚላተሙ ድረስ አንድ መልከ ጥፉ የሆነ ሰው ይመጣና ልብሱ በጣም የሚያስጠላ ሽታው በጣም የሚያስደነግጥ አብሽር ቢልዚ የሱኡክ የሚያስከፋ ነገር ተዘጋጅቷል አይዞህ ይለዋል ይሄ ተቀጠረ የነበረው ቀን አይደለ አብሽር ይለዋል ማን ልበል ፊትህ በጣም የሚያስደነግጥ ነው ማን ነህ ሲለው እኔ ተሰራኝ የነበረው ቆሻሻው ስራህ ነኝ ይለዋል فيقول ربي لا تقيم الساعه كما እንዳታቆም ጌታዬ ብሎ ዱዓ ያደርጋል ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وعند النساء والحاكم ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا احتضر المؤمن مؤمن سكرات الموت سيجمروا اتت ملائكه الرحمه بحريره بيضاء يرحمتك ملائكوك نجح هونتشن حر الزوي متعلو اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به أبواب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءت منكم نزه مكراوج سفيناتشو أسدنقاجناتشو عندنو سكرات الموتنو ሁለተኛው ደግሞ የሚገለውን መላእካ መለከል መውትን በአይን ማየት ሩሃችንን የሚወስዱትን መላእክቶች በአይን መመልከት ዱንያ ውስጥ ያለ ኒዓማ በሙሉ ቢሰበሰብ የማይችለው የሆነ አደጋ ነው ብለን ነበር ሶስተኛው خوف سوء الخاتمه ኻቲማ መበላሸትን መፍራት ነው የሰው ልጆች እየሰገዱ እየጾሙ ካወል ሶፍ ሳይጠፉ ከመስጊድም ሳይርቁ በሸይጣን ተታለው ተሸውደው በኩፍር ሊሞቱ ይችላል ይሄንን በመገንዘብ ሷሊሆቹ ልባቸውን ቁርጥ የሚያደርግ ጀርባቸውን የሚሰብር ትልቅ ሐሳብ አለብን ብለው ነበር የሚያስቡት የሰው ልጆች ሰከራተል መውት ላይ በሚሆኑበት ወቅት ጉልበታቸው ሙሉ በሙሉ ተዳክሞ ሩሃቸው እጅጉኑ ተጨንቆ ለአላህ ተሰጥቶ الله بالقران እንደሚናገረው كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق روح نفسي نفس غبي እንደሚባለው ጉሮሮ ላይ ደርሳ ወዳጅ ዘመዱ ሐኪሙ ማን ነው ብሎ ሲያስብና ሲጨነቅ እሱ በልቡ በቃ የኔ ነገር አለቀልኝ መሸኘቴ ነው ብሎ ሲገምት ባቶች እርስ በርስ ሲጠላለፉ ያን ጊዜ ጉዞ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄ ሰው ሩህ እንኳን እንድትወጣለት ቢመኝ እንኳን አይሳካለትም ለምን ቢባል የሱ ሩህ መውጫ የመላእክቱን የጥሪ መልእክት ስትሰማ ብቻ ነው የመላእክቱን የጥሪ መልእክት ካልሰማች በፍጹም መውጣት አትችልም የመላእክቱ ጥሪ ወይም መልእክቱ ለሁለት ነው የሚከፈለው አንደኛው ወደ ጀነት ልትገቢ ነውና በፍጥነት ውጪ ነው አንደኛው ደግሞ ወደ አላህ ቁጣ ወደ ተዘጋጀልሽ ጀሃነም አሁኑ ቶሎ ብለሽ ውጪ ነው ሁለቱንም መስማት በጣም አስደንጋጭ ነው ምንድነው ልባል የምችለው የሚለው ጭንቀቱ ሐሳቡ በራሱ ሷሊሆችን ያስጨነቀ ነው مؤمن كهونو الله يبشراتوا كما قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون النزاء أملاكاتشين جيتاتشين الله بتشانو يالونا بزيهم باعكيداتشو يتسنو ملايكوش بالنسو لا يوردو باتشونا باملتاتشوه أتكزو ودفيت مياساقاتشونا قرسل ليلة أتدنقتو بلو يميابسرو ملايكوش اللاكو باتشوال بلو على الله سبحانه وتعالى جن كافيروش كونو الساعة የግል ስሜቶቻቸውን የሚያከብሩ ከሆኑሳ የግል ስሜቶቻቸውን የሚከተሉ ካበዱት ጋር የሚያብዱ ከሌቦች ጋር ሌባ ከመጥፎ ሰው ጋር መጥፎ የሚሆኑ ሰዎች ከሆኑሳ የሚተብቃቸው የኻቲማ መበላሸት በጣም አደገኛ ነው كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق እነዛ የከፈሩና በአላህ መንገድ ያልቆሙ የሆኑትን ሰዎች ملايكوش في توتشاتشون بمدب دبيع ايه دب دبواتشو جرباواتشاتشونم اندزيهو يمتواتشو السكاكيون كتاتك آخيرا بفيت انديه كمسو تيلواتشو عالتبلوان اندزيهون من نبالو نياه ويس جنة كبو مكوان دسالاتشونو من نبالو يهولاتشنم تياكينو صالحوشو بتام تجنكو ازنو تكزو يچن الات يتبقواتال امام الشافعي رحمة الله عليه سكرات الموت لا يهنو يالو مزني ميبال سو يغبطو لاچو نبرالو امام المزني رحمه الله عليه امام الشافعي بتامم بت وقت هدكنينا كيف اصبحت انديت ادرو الكواتچوالو قال اصبحت من الدنيا راحلا وللاخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكاس المنيه شاربا وعلى الله واردا وما ادري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم أنشد يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما اندي تدروا الله يوم الشافعين أصبحت من الدنيا راحلا كزيجك دنيا هيوت تقنت عنا تقواجهن ينو يدركوت الله يوم ወንድሞቼን ለላያያቸው የሰራሁትን መጥፎ ሥራ ፍለፊቴ ላገኘው የሞትን ዋንጫ ልጎነጭ በአላህ ላይ ልደርስ ወደ ጀነት ነዳ ይሆን እንኳን ደስ ያለሽ ልበላት ወደ ጀሃነም ነሽ ከመባሉት ይሆን ተዓዚያ ቀድሜ ልድረሳት የታቀላችኋለሁ አሉና ኢማሙ ሻፊዒ ያለቀሱ ولما قسى قلبي ያሉ ቀልቤ ሲደነድንና ሲደርቅማ ጊዜ መሄጃ መውጫ መግቢያ ሲጠፋኝማ ጊዜ የይቅርታን ተስፋ مشغاغريا ادرجيو اللهوني ونجلوچي اجج كبدوኛل يكبدوني انجي يانتن ييقرتا باينتنا يرحمتهن صفات سملكت عفوه بتام غزوف سلاونا كني ونجل غاسا نتصصرو تسفاو يبلط يلململنيال قالو رويا ان حذيفه بن اليماني رضي الله تعالى عنه حذيفه بن اليماني مبالو صحابه احتضار ليس هون سكرات الموت لاي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قنوا لاي نبره قم فانظر في اي ساعه هي اهون ያለንበት ወቅት እንደሆነ የትኛው ወቅት ላይ እንዳለን እስኪ ተመልከቱ ጣና አሏቸው عبد الله بن مسعود ወጡ ፀሐይዋን ሲመለከቱ ፀሐይ ወጣለች ጧት ثم قال اعوذ بالله من صباح الى النار እንደው በማለዳ جهنم ከመግባት በአላህ ተበቃለሁ አለ ማደሩን ሳደርኩት አሁን ትንሽ ቆይቼ ልሞት እችላለሁ ግን ወደ جهنم ልሄድ እችላለሁ አላህ ይጠብቀኝ እንጂ በማለዳ ወደ جهنم ከመነዳት والله سبحانه وتعالى اتبقى لهن إلى اللو وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل نبي عليه الصلاة والسلام هنا سوت عمو سكرات الموت لا إيان لا قبل فقال عليه الصلاة والسلام كيف تجدك انديت هونك قالت نبي عليه الصلاة والسلام قال أجدني أخاف ذنبي وأرجو رحمة ربي وانجليني يفرهن يا الله نزلت لقمو يكجلكن بزيه قنيا له على التو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف انديه السقات موتا لاي سكرات الموت لاي النزي خلت نقر اجتسفسمو عند مؤمن لاي كتغنيو الله سبحانه وتعالى يفرعون يسقعون نقر نجا وتطوت يفلقون نقر ستوالا النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه سكرات الموت لاي لموت انك تبب على بتك زي على كسا سو سيالكس أمو تسكايتو مسلوطال قال
والله لا أبكي حزنا على الدنيا ولا جزعا من فراقكم دنياين هبت نبرتين تجي سلامتكن عزنينا إن أنتم بمليتي تبساتي تشين دائما سلاتشو يالك أسكتالا ولكن أنتظروا إحدى البشريين من ربي بجنة أم بنار ويبا جهنم ويبا جنة مبسر بتوك تسلد الرسا يتقبال له بيتجنك إنو مالك سويلاتشو على أبو هريرة رضي الله عنه ثم قال آه من قلة الزاد وطول الطريق يا من قد ارتمت يا سنكي مانس ويني إلى أبو هريرة رضي الله عنه يا لكسان. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أن المؤمن إذا حضر الموت موت سمت أبت بشر برضوان الله بأ الله سبحانه وتعالى وديتا يبسر يا الله كراما دم يا قاتمهم يبسر كافر قن موت بميمت أبت كزي بشر بعذاب الله وعقوبته يا الله مكة جعلنا سكاين دال لبت نوم يبسروا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما توقت بطلات الجني موتو بطلات الجني موت بطر وقتوت قسلن يهولو يالا شهيد المحراب محراب لا القرآن يكرانو يمتوت تامو تنجتو تراسا متونا أنت راسو تنين تراسا درقوت انزعوا لي هذه المخدة إهن انت راس أو تولين أفروا لا يستنين يالا لا منالو على الله أن يرحمني الله نزيه تنفي الشيسية يمكن بيازن اللي تواضع أسفل لك يقول لموتنا الله كلا أزن اللي يكون خلاص إلى ربك يومئذ المساق قزونا الله سبحانه وتعالى ثم دمعت عيناه كزا على كسنا فقال يا ليتني نجوت كفافا لا لي ولا علي من أمنا قرع جرباه الستين كتتياك إن تنسابهن إما إن ينبر بلو على كس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه كالله قام الجنان يتنيت الله سو اللهم السنن دي أغنيو يتلا الله قام الجنان يتمي فلق سو اللهم السنن دي أغنيو يفلق صحابة رضي الله عنهم يا رسول الله هلت كلنا نكره الموت بموتنا الله قام الجنان يتمي تشار كلاتنا مكوم وتنتلا لنا نتشو قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك بذاك موت متلات مالت اللهم متلات مالت هذا اللمار من دنه يلواتشوال إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه ودفت يدوم مقبابة النقر جنة لكسي ملكت أحب لك الله الله قام قنان يتبتام يقوانا يودنا وش ستبالمكوان روحي تتوت عليك كما قال تعالى والناشطات نشطا قن ودفت مقبابة جهنم كدمو كاسا يهسا لكسونو هذا النو كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام روح نيوتي ولا جهنم بمتبال قزي بمولو يسونت كفل تبتات تنالج بلوال كزاهولو يسونت كفل مزو ملك الموت ميوتا يا لود بقد والنازعاتي غرقا اسقد دونو يهن هولو سلام يسرود ايه هولو يمي تبكن سواج سلهن للناس للنجنك يقبال حتى يقول الله سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله آت وهو السميع العليم سواج سموتو طوات ماتا يمي قببت جنة التاي الله تعالى تبرال. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوا وعشيا أنات سموت عرض عليه مقعده غدوة وعشيا طواتم ماتم يمي كمتبت بوتا يتايوال يكرب اللتال إما بالنار وإما بالجنة ويجنة قبال البال ويجهنم قبال البال فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه اسكمت تكسكس الناس كي كما درس زينو متكمت ويتوالي يا سيوتال يهن هلو فزي وتام النقرو اجي قبتام أسهز زينو خاتمان مفرات إنو ربنا سلسقن سلسوم مسكير سلامتان أنان خيرو تشن سلسران بكان يابتشان الجنة للا هلو يجهنم نومانة فعلم እኛም እንደዚህ ሆኖ ኻቲማችን ሊበላሽብን ይችላል እነዛም ሰዎች እንደገና ተውብተው መተው ኻቲማቸው ሊያምርላቸው ይችላል ሷዲቆቹ ሷሊሆቹ ሰለፎቹ የሚጨነቁበት ትልቅ ነገር ቢኖር ከሞት ጣጣና አደጋ ጋር ተያይዞ ኻቲማችን ተበላሽቶ እንሞት ይሆን ወይስ አንሞት ይሆን ወይ በሚል ነው ለምን لأن الأمور كلها بخواتمها ነገር በሙሉ በመጨረሻው ነው روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة عند سو بزوج زيات بجنة سو سرى سرنا
ثم يختم له عمله بعمل أهل النار كذا يمتر الشام دمدميا وبجهنم سوى شرا سرطون دموت للدرق الشلال وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل يجهنم سوى شران بزوك زي سرانا ثم يختم له بعمل أهل الجنة يمتر الشالة يجنة سوى شرا سرطون يموتال كذا بوهر الجنة اللي قابا يشلال سوء الخاتمة خاتمة مبلاشت لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه باطن وسط لا تستكاكلا ظاهر لا تستكاكلا سو إن شاء الله خاتمة مبلاشت هي متعبتنا خاتمة مبلاشت هي متعبات وما عناتشو عقلات شو يتبلاش تللك وانجلو تشم بمسرات لا يقم يالو تللك وانجلو تشم من لاتشو من دناتشو زيناني مثل بنقدم عطالن مواشتني مثل اندزيوم دقمو ريبع مبلاتني مثل سو مقدلني مثل مسركني مثل اندزي عينتوش تللك وانجلو تشم بيسرع تللك وانجلو تشم بيفتسم سو خاتمة ولبلاشبت يتلال تبلال لكن وتجعل أيهال الله سبحانه وتعالى يفكر التي كانوا مستكر يمينك ظاهر باطن لما استكاك الترة ميادر قسو الله سبحانه وتعالى خاتمون زملوا يبلا شبت منه كما توبت بفيت ملايكة لما تعبت جلال صالح نبر مستقيم نبر دنقت دقمو حالة كير يادر قلنا كنبي سنة عليه الصلاة والسلام انك الله قرآن ممر علي وتأي جلال بمعصي أبوان جلي لا سأل في شلال بزهلا إيالا ملك الموت كازو لا إله إلا الله مالتهم قناة شلال شقرنا ميلو شنكنا ميلو كنيا تنكاكي مادرقين ربنا الله سبحانه وتعالى خير الله يدرق لهم عند سو خاتمة أمي أمرو من سيهونو خير سراسي سرا كون جلسي سدا شركا ستنكك بدعا ستنكك لا الله سينور لا الله سيموت إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يميلون أواج بلبو بأكالم تقبار عيسي أدركنا يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه شريعة أندسو بمي متقزي خاتمة ويتستكاكل اللتمهن يمي تقومو تقوى من قروج الله سبحانه وتعالى أدركوال وده في الجنة اللي قبان دميشل بالسرات كأنمو منقر يمالتي حلو انتنا يجنة سونو بلو يرقرني هال خاتمة وسيام الرنيا بيوت لا يعلنو يموتو تنسوه جناك علن من سيوانو خاتمة يمامار ملكت بمي موت قزي لا إله إلا الله محمد رسول الله بلوك موتا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كان قرره اللو يمجرشه لا إله إلا الله ونسو جنتي قبال بالوال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله سكرات الموت لا ينسوا لا إله إلا الله ناس توصل جمعة نريد كموتا ويم جمعة كان كموتا نزيه خاتمة ويمامار ملك كتنو تبلوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر جمعة كان ويلي جمعة لليد يموت سو يكبر فتنة ناتعطى مكرا ونهلو الله يتبقى والبلو النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله مجاهد زباك اندهونك سات تموت الزولة منقر لاي بتموت بورنشين بالشتاء بتموت بهود بالشتاء بتموت اندز يوم دقمو بهاروس تسمته بتموت وقابوت علي جهاد في سبيل الله واتهزو يتوقه بتموت اندزيه النقروش النبي عليه الصلاة والسلام ليتنقروات جو ياندسو خاتمة يمستكاكلونا يمامارو ملكتنا وبلوات جوال بالبيتون لمدفر اندسو سيدي متعبت السلمة كلاكل بلو يهونا نقر ارنت بيقت موت يانيو بيقلو إن شاء الله خاتمة عمرو الله تعالى مالتنا تبدلو يتبدلكو تنقر لما اسملس بلو بميادر قو تقل بيموت اهونم شهيدنا هنزا تندوبت بيموت اندزيهو شهيدنا سيد ستولد بوليد شقر بتموت اسوام شهيدنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والنفساء يجرها ولدها بسريره إلى الجنة بولي الدم متجسيت لجواب اتبتو يقوتتا ودى جنة وسناتها التبلوال ساتك عطلو لا يموت سواج مكان لندزي هنو بتلا أيو بشتاوج نبي عليه الصلاة والسلام شهيد هنو يقنج باتشوال سراهم دقمو قاتما يمامار ملكتنو بلوال كالنزي مكاكل خير سراء يسرى بتموت أن النسو صلاة يسجد بيموت على صوم يسوم بيموت على لدعوة يهدى بيموت على لدين يسرى بموت الله خير نقر يسرى خدمة يخدم بموت الله يهون خير نقر يسرى كموت خاتمة ويمامارو
ትልቅ ምልክትና ትልቅ ብስራት ነው ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ተናግረዋል። በዱንያ ግን የፈለከውን ስትሰራ የፈለከውን ስታደርግ ያገኘውን ሐራሙንም ሐላሉንም ስታገበሰብስ ስትበላ ስንበላ ይሄንን ሁሉ ስናደርግ ከሆነ ግን አጀል የመጣው ኻቲማ ሊበላሽ ይችላል። በሐቂቃም ይጨንቃል። ድንገት ወደ ጀሃነም ነው በር የሚል የማስፈራሪያ የብስራት ቃል ቢመጣብን የመጨረሻ እድላችን አከተመ የሚባለው ከዚች ብስራት በኋላ ነው። አንዳንዶቹ እንደፈለጋቸው ሐላሉንም ሐራሙንም ሲያገበሰብሱ ከርመው ሰከራተ ልሞት ሲመጣባቸው ጭንቀጠበብ ያሉት ሰዎች የተናገሩትን ላሰማችሁ። መርዋን ብኑ ዐብድል መሊክ የሚባል ሰው የነበረ ድንገት ባላሰበበት ወቅት ባላሰበበት ቦታ ላይ አጀሉ ደረሰበትና ሰከራተ ልሞት ላይ ተገኘ። እሱ ባለበት አካባቢ ልብስ እያጠበ የሚተዳደር አንድ ሰው ተመለከተ። እዛው ላይ አንገቱን እንደደፋ ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي يوما بيوم لبس عطابي هنية يسو لبسي عطاب كوين تكت الرسر اتشي يبلاهن بيهون من يالوحال حقريتون إمارات نبر يمسلم عالم مولو نبرت بيت المال بسج نبر يعني هلو التادر إمارو نبر يعني هلو عقر يسر عدرو نبر لكن أجل سمتا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ودوا عالم بهدا اتشال ወደፊትም መዘግየት አይቻል። በአላህ ትእዛዝ አጀሉ ሲመጣ ቀጥ ማለት ብቻ ነው። አቡ ሐዚም ይባሉ ሰውዬ ይሄንን ሰሙ። መርዋን ኢብኑ አብዱል መሊክ እንዲህ አለኩ አሏቸው። فقال الحمد لله الذي جعلهم اذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه واذا حضرنا الموت لم نتمنى ما هم فيه موت ሲመጣባቸው እኛ የነበርንበትን የድህነት ህይወት እንዲመኙ ያደረጋቸው ጌታ አላህ ምስጋና ይገባዋል። እኛ ሞት ሲመጣብን እነሱ ያሉበትን ሲከማጠሉበት የነበረውን ኑሯቸውን እንዳንመኛ ያደረገን እነሱ ደግሞ በተቃራኒ እንዲመኙ ያደረጋቸው ጌታ ምስጋና ይገባዋል። እሚሄደው በመኪናው እሚበላው ከሐላሉ ከሐራሙ እሚሰራው ግፍ አጂብ ነው። ነጋዴ ሆኖ ሲበጠብጥ ባለስልጣን ሆኖ ሲበጠብጥ ይኖርና አጀል ሲመጣ ሁሉንም ነገር ረስቶት ራሱን ከውሻ የባሰ ወራዳ አድርጎ አይቶ ጭንቀቱ ጥበቱ የአይኑን እንባ እንኳን ዘግቶት ይታያል። ሃሩን ረሺድ የሚባል ንጉሥ ነበረ። ታመመ። አጀሉ ደረሰ። ሀብት አለ፣ ስልጣን አለ፣ ንብረት አለ፣ ሐኪም አስመጡልኛል። ከኢራን አገር ይምጣለ ሐኪም። ውጭ አገር ሂደዋል ሊታከሙ እንደምንለው እኛ አገር ማለት ነው። ሐኪሙ ተጠራ። የሽንት ምርመራ ማድረግ እፈልጋለሁ አለ ሐኪሙ ከፋርስ የመጣው። ወዲያውኑ አየና መረመረና قولوا لصاحب هذا البول يوصي على يزي شنت بالبيت اجلو سايقد مو كان موصيا عندناجر نغروتال سو سي سما علقس اتاكمو من ديلوتال غلبته مولو بمولو تداكمال منم ادرغا ايتشالم على حزب علقس بيت سبو ميودو ميقربو ينبرو تنجاج سنجاجا من هو نورو ميالقسوت على هارون الرشيد ያው አንተ ሰላም መህትሞት ብናለህ ብለው ሰግተዋል። አልሞትኩም ለህዝቡ ሁሉ እናገራለሁ ፈረሴን አምጡልኝና ጋልቤ ህዝቡ መሃል አልፋለሁ አለ። አመጡለት። ውጣ ሲሉት እግሩ ማንጠልጠላቃት እጁን ብድግ ሲያደርግ እጁ አይነሳም። قال صدق القوم لك سو ሁሉ እውነቱን ነው አለ። ثم اخذ كفنه كفنين አምጡልኛልና كفرون يزو ثم قال ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ሀብቴ ያላገዘልኝ ስልጣኔ ያረዳኝ ይው እንዲሁ ቀረሁኛል። ከዛም በኋላ ግጥም ገጠመ። إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى مات المداوى والمداوي والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى حكم بتببو بموياو بمنهانتو لتموت يقربت شنهوت ما دان أيشنم لمن دنوانا حكم راسو ብዙ ሰዎችን ባዳነበት መድኃኒት ሳይድን ቀርቶ ይሞታል። ሐኪሙም ታካሚውም መድኃኒት አምጪውም የሸጠውም የገዛውም ሁሉም ይሞታል። لأن الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت خاتمة سامر ጥሩ ነው። خاتمة ከተበላሸ ግን ኪሳራ ነው። خاتمة የማማር ምልክት ቅድም ነግሬያችኋለሁ። خاتمة ሲበላሽ ደግሞ በጣም ነው የሚያስደነግጠው። خاتمة የመበላሸቱን ሁኔታ ብዙ ምልክቶች አሉ። አንዳንዶቹ በመኪና አደጋ ይሞታሉ። መኪናቸውን ትራፊክ መጥቶ ሲያዩ ቴፕ ሙዚቃ ተከፍቶበት እየዘፈነ ነው። መለከል ሞት ጎኖ አለ። አላህ እዚህ ይነቀፋል። ሙዚቃ ይሰማል። ኸላስ ኻቲማ የመበላሸት ምልክት ነው አንዱ። የሞቱትን ሰዎች ጀናዛ የሚያጥቡትን ሰዎች ብትጠይቋቸው
ከአጣቢዎቹ አንዱ ከምናጥባቸው ሰዎች አንዱ ይላል አንዳንድ ጊዜ ድንገት ያጠብናቸው መልኩ የትመጣ ሳንል ከእንብርታቸው አንስቶ እስከ ራሳቸው ያለው ጥቁር ይላል አሉ ድንገት ገና ላጥበው ገፍፌ ያጠብኩት ይያለ የጠቆረ ሂዶ ቀይ ልጅ ነው አጥቤ ሲጨርስ ሙሉ በሙሉ ጥቁር ሆናል አንዱን ደግሞ ያጠብኩት አለ በቃኝ በኩል አድርጌ ላጥበው ስል ወደ ግራ በኩል ይሆንብኛል ወደ ቃኝ ሳደርገው ወደ ቃኝ አይሻይልም ሙቷል አስክሬኑ ወደ ግራ ብቻ ነው ቢዞርብኝ ወደ ቃኝ ሳደርገው ወደ ግራ ይሆንብኛል واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ወደ ግራ ይሆንብኝ ሲያስቸግረኝ ሲያስቸግረኝ ከዚህ ጀርባ ልዩ ምስጢር አለ ማወቅ አለብኝ አልኩኝና ይሄን ጀናዛ መሸኘት አለብኝ አልኩኛላ ቀብር ድረስ ሸኘሁት ቀብር ለመቀበር ሄድኩኝ ውስጥ ገባሁኝና ቀብር ውስጥ ለማስተኛት ሞከርኩኛላ የሞተ ሰው ሲቀበር በቃኝ ጎኑ እንዲተኛ ተደርጎ ነው የሚቀበረው ወደ ቂብላ በኩል እንዲተኛ ተደርጎ ነው የሚቀበረው ወደ ቂብላ ሳደርገው ወደ ኋላ ይመለስብኛል አለ ቂብላ ሻይል አፈሩ ወይሆነ ነገር ፈንግሎት ነው ህይወት ስለሌለው ብዬ አፈር ማስተካከየ ምን ብዬ ፊቱን ወደ ቂብላ ሳደርገው ዞር ስል ወደ ግራ ዞር አገኘዋለሁ አሁንም ወደ ቂብላ ሳደርገው እሱ ወደ ኋላ ይዞርብኛል ወደ ቂብላ አደርጋለሁ ወደ ኋላ ይዞርብኛል عالم لتيك بيا عالم قاس دول أتريد أن تعصي الله الله اللي تنكفه وتفلق على الهندي الله ينسى وليك من عنده ولا يفلقهم أنت بقدكم التامت أو نقري لهم الزون دان لكبر وتبال على غير سنة رسول الله كنبي سنة وجبه ونملكو كبرون كوانتا كناونا إيه سوية قرس لعلو ما تأرات على بيبيه ونموشن تأراه جنا جربون اسكين قرأي لو علو ما صلى لله مرة عندك السقدو يا كما اندي هاي نتولي تاوشنو ودفيت يتبقون يعلد يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري مبان السوية رحمة الله عليه إندنا قرون كهوني لعلو كاستنطنية بمبال أكوابي عند بال سلطان نبرانو موتنا قرقوار كفروا لد قرقوار كفروا سيج الرسول ياسقبو تسيلو جيكتو كوري على تشهونج إباب دنقتو التأكباتشو فروا እዚህ ውስጥ ማን ቢታደርገን እንቀብረዋለን ብለው አወጡና ሌላ ቀብር ቆፈሩ አሁንም ያቺባ እዛ ቦታ አለች አሁንም ሌላ ጉድጓድ ቆፈሩ 30 ቀብር ተቆፈሮ አማራጭ ሲታጣ እዛው ባለበት ቀብሩ ተባለ እባቢቱ ጋር ተቀበረ አሁን ይሄ እኛ ሀያት ላይ ሊመጣ ይችላል ተረት ይመስላል ወሬ ብቻ ይመስላል ወይ ለማስፈራራት የተነገረ ብቻ ይመስላል ሐቂቃ ነው እውነት ነው ፍትነተ القبر የቀብር ፍትና حق መሆኑ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም مما يشام حديثاتكو تناقروان بتالي قرآن يعوكا علم يعوكا الله يعوكا دينون يعوكا كدين الإسلام وطو كدرقي وچكا دينن يما يدقفو كهونو تأكال قارا يوتون بجر شالاس أمتو بزاو كموتا الله سبحانه وتعالى بميسكك ملكوي كتال كبروستن تلك فتنا وچن يامت عبتال روى الإمام البخاري في كتاب الأنبياء إمام البخاري نتناقروت عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال بنو النجار كم يبالو تسوج عند سونا برالو سورة البقران آل عمران هلو هفزوان يا نبينا عليه الصلاة والسلام وحيو اتشين عندنا اتشين يكتب الله تنبر يسوه في مويا نبرو آيوات أن يمالنا إسلام انتتو ششتو أهل الكتاب وشكهيد يهودا وشكارا يا محمد صافي نبرا تلك سونا برالو نا عدنكوت أكبروت أورولت فزامو هالا أجل متا أجل سيمتا ማን ይመለሰዋል ሞተ ማንም ሰው እንደሚቀበር ተቀበረ ቀብረው ሲመለሱ ጧት ሲሄዱ መሬቲቱ ተፍታ እላይ ያስቀምጣዋለች ሐዲሱ ሰሂህ ነው ቡኻሪ ላይ ያለ ነው ሌላ ጉርጓድ ይቆፈር ተባለ ሌላ ጉርጓድ ተቆፈረ ቀበሩት ጧቱን እንደገና መሬት ተፍታዋለች እንደገና ቆፈሩ ቀበሩት እንደገና መሬት ተፋቸው አማራጭ ለም ተብሎ እዛው ተተወ አሞራ ይበላው ውሻ ይበላው በዛው ተተውት ይሄዱ خاتمة سيبلاش كبارنا سكرات الموت لا يالتن لا إله إلا الله بلون كوان بتلواتشو بتستاوسواتشو لا يلو شلال لا إله إلا الله بل بالنبال لان للنشلال بانك دي قد داي بيزي هنو ويدقمو السبا ميفلقو يراسو سميت لاي هيوتو ناس اللفو دقت سكرات الموت لاي لا إله إلا الله بتلو منم نقر ميامتاو نقر إلو يهونا سوموتو لقينو موتاكم لا إله إلا الله بلوان النبي عليه الصلاة والسلام يميموت السو لا إله إلا الله الناس تمروا الكنينا لا إله إلا الله الكنين في اللفت لا كمبيوتر إنكاكا لسرانبر F1 انتر إلينا
لا إله إلا الله لا الله يني اللي أستوس بيه F1 Enter 2 إلى هنا الكمبيوتر بلا ما يانو لا إله إلا الله فانتا كمبيوتر تزالو وحيل بينهم وبين ما يشتهون يمفلقوا النجار كله بما لا ساتهم كما النجار يجلو عنده لا إله إلا الله بل لتال عند سيدمران ولد كل يوم على سوس سوس تلاعدر كل اللي نلان دل على نبر حسابون يدمرانو يلوحان سو الدنورون أمي هنو يملاسو يلبو يأكلو انكسكاسي بمولو الله نم يستاوس كهنا سكرات الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيبال لا إله إلا الله نميلو لا إله إلا الله ان كان لمنس لليتون انكلف كانسرا لليتون انكلف كانسرا كونس لا إله إلا الله كما نبت يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة الله سبحانه وتعالى يتبكى خمر بتتا سيجارة بيتشيش الله يكلك لو نهل بفتسم سكرات الموت لا يان اللي أستوسي شلال أسكاري بتتن بتتو تسوج لا إله إلا الله بلال تاندو لسم كجلت ناني مامتيلا سكرات الموت لا يهون ميهدو خمر بوتانو ميان ناقرو سيتنو أجنبينو الزيب وتانا لا إله إلا الله التساكا لتم خمرو قنمت تالت لن يمسجن لسم كجيلا إن الله سبحانه وتعالى خاتماتشن الله ياسامر لنو خاتمة يا مارك زي حقيقة بتام يسنستال بلال الحبشي رضي الله عنه سكرات الموت لا يهونو مليتون بچايا سمج بالبيتو وحزنا ويهازني ويتكازي بالي تليي بلا ويهازني ويتكازي يالج السمن الال بل وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه وينستاي ويركاتاي نقا قوان نقشين هلو أغنيا له نبينا عليه الصلاة والسلام صحابو تشاتشون هلو إلا في اللي في تنبيعقات مونو ونفي تنبيعقات مونو يكالا مؤمن سلوهنا عبد الله بن المبارك أحد علماء السلف كمحدثه عنده هو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه سكرات الموت لا يهونو سوف مولو أزنو تكزو يتبكو أين فتت النادر رقا لمثل هذا فليعمل العاملون أهلا إهن ناينة نقر لما قنيت مسرات مفلق تقتو إسراء ملو قالت نقر جنة الله سايو جنة بوتا ورهنو الله سبحانه وتعالى أسايتون صفوان بن سليم من بالسوية محمد بن المنكدر من بالسوية سكرات الموت لا إيان لقبتو بتعلو يا أبا عبد الله لو أبيه تلال إنه موتو بتعام باشي توت أنتو به التايين يال أعزوه لو الشيالة إنه الله رحمتكو سفينو الله كو أزاينو رهرهنو أعزوه يا الله رحمة صفاتو تاكو يلندي إلوان سيبكرو سيناقرو يا الله رحمة سيستوسو فيتو إيان ينو سيبرا ينو فيتو إيان ينو يبرال فققلال كذب بها لا تدشكو يتبلو لقوان نجو من إلوان والله لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك أهوني أن لهبة إركاتنا نستع عطايو من جبتايو ركته ما بك اللهم نبرالو كذا موت رحمة الله تعالى عليه محمد بن ثابت البناني رحمة الله عليه أباتي سكرات الموت لا يهونو للكنو هيركو ينا يا أبتي قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلا الكتال لجي علي أبيت لو علوهن توني ما وردين الجرسكم مالك وردكو يذكر وردالو كلهم يذكروا أذكار الصباح الله ما تم يذكر الله طوات يذكر الله ستنجا يذكروا الله لكا يذكرنا والجرسم لكا ذكرين يذكر كنو توني إذا سكرات الموت لا يذكر الرسام الله سبحانه وتعالى يتبكنا الناخير سو الله يدرقنا عامر بن عبد الله مبال أن عالم سكرات الموت لا يقال له أمو التنجي طوال بالطام دكموال دقفات شو سوى نجونا مسكدان أذان سمى أنت النزي كتش بيه وتيال لنديت صلاة صالفة الله وسألت أن نجورك عليهم ولتن نجورك عليهم موت يسجد دقف واسك بتوت خبر يتطام بموت الله صلاة يسجد بموت الله موسيقى يدامت بموت الله بيت القرآن يكرر بموت الله يهنا يقول له فرق شاسع سفي وانا ليونت يعلو أبو سعيد الخضري رضي الله عنه سعد بن معاذ من باله سويه بقيع من باله مسلمات مكابرنا يتكبروا إلى يكبرنا ومسك شتا متى كيت النبتا على وقنا مارو كلما حفرنا في قبره ترابا يسون كبر بكفرنا كتر مسكنا ونا قنجو السوسي متى مسك شتا بشتا سلزيه خاتمات اللي بلاشي چلال خاتمات اللي بلامري چلال لموت مزقاجت ينو ربنا بمن النزقاج نزقاج اللهم بوزونا قبر الله مكرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ሙስሊሙናችሁ ካልሆነ በስተቀር እንዳትሞቱ ተጠንቀቁ ያመናችሁ ሰዎች ሁሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተገቢ የሆነውን አፈራር ፍሩት ብሏል። በአላህ ያመነ በቂያማ ያመነ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተናገሯቸው ነገሮች ያመነ ሰው ለሞት ይዘጋጃል። ራሱን ይመረምራል፣ ራሱን ይገመግማል፣ ለብዙ ነገር ራሱን ያዘጋጃል። የሞት ምልክቶች እስከሚመጡም አይጠብቅም፣ እስከሚታመም ድረስ አይጠብቅም፣ ቀድሞ ይዘጋጃል። يقول أحد الشعراء تزود من معاشك للمعادي وقم لله واعمل خير زادي تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي قزة بس بس بالتاكمات هدو هدو ويتلاه تموت الله ويتلاه طبعا لتصالوني من نوس على الزجاج من نوس على السبو ወይ ካለቀጠሩ ከተፍ የምትለው አገልግሌን ሳላስ ስንቄን ሳልቋጥረው አረተው አዝራኤል አረተው አረተው ጭንቂቱ ደረሰች ውበት ደፈረሰ ፍርሃት ያራደው ጉብዝና ኮሰሰ ቀይ ተናጋ ጎጆ ፈረሰ ጭንቅ ጥብባልኝ እሩህ ተገመሰ አዘን ቤቱን ሰራ አካል በንባራሰ አዝራኤል አንኳኳ ደረሰ ሰዓቱ ነኪር መንከር ጋራ መገናኝበቱ ከእስራኤል ጋር ትግል የምገጥምበቱ ደረሰ ግዚያቱ ያ ሰከረል ሞቱ የጨለመው መሬት የቀብር ቅጣቱ ያ የዘነጋሁት ተኑሮ 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 መሞቱ ያላዘጋጀሁት ስንቄን በጠዋቱ ያደራ ቃል ኪዳን ያልሞላሁበቱ ጨነቀኝ እንግዲህ አንኳኳው መሰለኝ አዝራኤል በወቅቱ ያ የሸሸሁበት የቁርጡ ቀን ጉዞ ደረሰ ጊዜያቱ እኩለ ሌሊቱ እስቲ ልሰናዳ አጥብቄ ልታጠቅ ወይ ዛሬ ወይ ነገ መቼም አይቀርልኝ በሞት እጅ መያዝ ወደ አኼራ መምጠቅ ለፍሬ የሚበቃው ሀቅ በውል ጸንቶ መኖር የሚቻለው ዳሩ ሰላም ገብቶ ሕይወትን ለመምራት በፊርዶስ ሀገር ጎረቤት ለመሆን ከነ አቡበከር ከቢላል ካሊ ከነ ሐምዛ ዑመር ከሶሃቦቹ ነው እኔም አምኞቴ በመህረቱ ባላህ ጥላ በመንገዱ ልጓዝና እሱም ብቻ ተገዝቼ በጀሌሌ ተረድቼ በሱ ብቻ ተመክቼ ኃይል ብርታት ላርገውና ሰላትና ኢባዳይን ወይ መኖሬ ወይ መሞቴ ከሱ ጋራ ተሳስቤ ለሱ ሆኖ ምግባራቴ ልጠብቀው በዝግጅት እስቲ ለሞት ልሰናዳ የእምነቴ መሰረት አቂዳዬን ልኑርበት ላስተውልበት አሻግሬ አኺራዬን እንድቃኝበት ሶላት ልስከብ ዘካላውጣ ጾም ሐጅ ላይ ልበራታ በሱናና በዋጅቤ ልቀራረብ ከነጌታ አጀል ደርሶ ሞት ሳይቀድመኝ እስቲ ልቁም በተሐጁድ እስቲ እንግዲህ ልሰናዳ በቁርጡ ቀን ሳልነዳ ዝምድናን ማስረዝሜ ሐቀን ይዤ ዲን ልቀምር ሞት ልደግስ በእውነት ልቁም እንዲመቸኛ መቃብር